سارة سمير والفضة. سارة سمير والله كنا متوقعين لها ذهب، بس هي فعلا يعني بنت مصر الغالية، هي كمان يعني بتمثل المرأة المصرية في الثلاثة اللي موجودين. أعتقد إن هي عملت فرق كبير جدا في مدرعة الأثقال وشرفتنا في أكثر من بطولة أولمبية. كلمينا عنها وكلمينا كمان عن مشاركة الفتيات في لعبة زي لعبة رفع الأثقال. طبعا سارة بطلة خارقة، يعني من طراز رفيع. سارة سوبر وومن بالظبط كده. سارة احنا طبعا كنا متوقعين لها ذهب، وهي ارقامها كانت تأهلها ان هي تجيب ذهب، وانا متوقع لها ذهب فعلا، لولا انه الرفعة الثالثة للاسف ما قدرتش انها ترفعها، ما كانتش موفقة فيها، فللاسف اكتفت بالفضة، وهي حتى كانت زعلانة جدا يعني بعد البطولة انها خدت فضة مش ذهب. وده يرجعنا لعقلية البطل، هي بطلة، هي شايفة نفسها انا رقم واحد، ما ينفعش ان انا اجيب ميدالية اقل من اللي انا كنت متوقعاها. يعني هي بطلة رائعة. سارة شاركت مرتين في الأولمبياد السنة دي في 2024، وشاركت في 2016 المشاركتين بميداليتين، في 2016 كان برونز والسنة دي كان ذهب، وهي حقيقة تستحق السنة دي فضة. يعني السنة دي فضة وهي حقيقة تستحق الذهب، يعني إن شاء الله فضة بطعم الذهب زي ما احنا بنقول. أدام احنا في الصاعد يبقى إن شاء الله اللي جاي أحسن بإذن الله. إن شاء الله. كمان احنا الحقيقة كان أكتر من لعبة مشاركين فيها في أولمبياد باريس. كلمينا عن الكرة الشاطئية، تنس الطاولة، كرة اليد، والأداء اللي عملوه المشرف في البطولة. طبعا الكره الشاطئيه خدت يعني ناس بدات تهتم برضو وتركز معاها، يمكن الناس ما كانتش عارفه قوي انه في كره طايره شاطئيه، لانه هي مش منتشره قوي في مصر. احنا منتخب الكره الشاطئيه بتاعنا ياخد اول على افريقيا دايما، ويعني بيقدم اداء كويس ومستوى هايل طول السيزون. لما سافرنا في الاولمبياد يمكن برضو ما كناش موفقين قوي ان احنا نلعب على الادوار النهائيه او ان احنا نتاهل بعد دور المجموعات، بس الحقيقه انه كابتن مروه وكابتن دعاء الغباشي لعيبه منتخب مصر للكره الشاطئيه ادوا برضو مستويات كويسه، والفرق ما كانش كبير قوي بينهم وبين المنتخبات الاوروبيه، بس يمكن احنا محتاجين اكتر احتكاك اكتر، معسكرات اكتر، علشان يبقى عندنا الاداء احسن في الدورات اللي جايه ان شاء الله. ازاي نكسب اسبانيا واسبانيا تكسب المغرب اللي كسبتنا في القدم؟ يوم ماتش مصر ومغرب ده يمكن منتخب ما كانش موفق خالص، يعني الشوط الاول كان ماشي لحد ما كويس، الشوط الثاني طبعا استقبلنا اهداف كتير قوي 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 بصراحه، فده حقيقه ما كانش، كان في اخطاء كتير، ويمكن كان في عدم تركيز شويه في الملعب، بس يعني نقدر برضو نقول ان احنا وصلنا لحد هنا، دي لحد ما حاجه كويسه عن الدورات اللي فاتت. فيعني نامل نراهن ازاي على الشباب دول اللي طلعوا، الشباب الجميل اللي طلعوا، اعتقد دول نجوم المستقبل في كره القدم. طبعا احنا محتاجين، يعني يمكن الدوره دي كشفت لنا ابطال ما كانوش باينين قوي، محتاجين ان احنا نركز معاهم اكتر، نعمل لهم اهو تاهيل من دلوقتي للدوره اللي جايه، معانا 4 سنين من دلوقتي نقدر ان احنا نزود اكتر في التمرين، نزود في معسكرات، احتكاك داخلي وخارجي عشان يبقى في خبره اكتر للعيبه.